في تهديد حالياً ضدي، موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، على قناة تابعة لداعش. بس فدائما احنا نقول بالرقاوي نموت هي موت. The men and women of Raqqa's being slaughtered silently are real journalistic heroes. They work in secret and under constant threat, reporting on the depredations of ISIS in their home city. Some have fled in fear for their own lives. Even in exile, they are in no way safe. يلي هو جهاز انترنت فضائي اللي ممكن داعش انه تلقط الاشارات تبعه عن طريق سيارات. كان لازم نسلط الضوء على مدينتنا ووقتها بالحقيقية بيننا وبين داعش. بينشر صور على الانترنت باسمائنا وصور ماخوذه من شوارع بيوتنا. انا والد المدعو حمود محمد الموسى. احنا انه عدم والدنا واخونا مشان نوقف، نحن راح نكمل. اوعدك راح نكمل. عم سألوا اذا بيشيل يوم جديد بالرقة. بالنسبة لنا ما بي اي مكان امن بالعالم. It's not enough to expose the crimes of ISIS. We must also fight against their ideology. أتمنى أن نعيش بحياة أحسن من حياتنا اللي عشناها. وعينا على الدنيا بالحرب. Either we will win or they will kill all of us.